قصصكم. بدي رحب ايضا بهالحلقه بالخبير توني نمر، الدكتور الاستاذ والباحث بعلم الجيولوجيا والزلازل بالجامعه الامريكيه ببيروت. اهلا وسهلا فيك دكتور نمر، شكرا لمشاركتك معنا. وايضا بدي رحب بالدكتوره ثروت زهران، مديره العمليات الطبيه بقسم الطوارئ بالجامعه الامريكيه ببيروت. اهلا وسهلا فيك دكتوره. لكن اسمحوا لنا قبل ما ندخل معكم بتفاصيل ميدانيه وعلميه مهمه كثير نشاركها مع المشاهدين. كلنا عايشين اليوم خوف وقلق وصل إلى حد الرعب أحيانا من حصول زلزال بلبنان وبالمنطقة. في ناس ما عم بتنام ببيوتها، ناس كل ما سمعوا ضجة بيركضوا على الشارع، شائعات أخبار على السوشيال ميديا ما عم نفهم إذا صحيحة أو لا. معنا الخبير الجيولوجي الهولندي فرانك هوجر بيتس، شاغل العالم بتوقعاته. خلينا نسمع شو قال بآخر توقعاته عن لبنان ومصر والمنطقة، ومنتابع منحاوره مباشرة على الهواء. We see a lot of aftershocks in the region where the major earthquakes occurred on 6 February. And we also see some seismic activity to the south and to the southeast. That's Lebanon and even further down, and also on the other side, Iraq and Iran. And because of these major earthquakes, the stress distribution has significantly changed throughout the area. Now, people have asked me, is there going to be a major earthquake in Lebanon or even Egypt? Eventually, yes, because if we look at history, these countries are prone to major seismic activity. But we cannot say, based on the recent activity, if that is going to happen next week or in 5 or 10 years. If we look at the recent activity since the 7th, with a threshold of magnitude 5.6 and larger, we see one seismic event at the Solomon Islands. It happened after the smaller lunar peak on the 8th and really towards the higher lunar peak on late on the 9th and 10th. We had it yesterday night and early this morning. And that lunar peak will be significant in the coming days. We could see a seismic increase possibly into the 6 magnitude range, 6.4, maybe larger, 6.7. This is because the moon had a conjunction with Jupiter, and I marked it here with this green line. And these conjunctions, they can be pretty critical. سيد فرانك معي عبر زوم من هولندا مباشرة. مستر فرانك مساء الخير. Good evening. سيد فرانك، قالوا عنك خبر الزلازل بأنك مش رجل علم، وأنه العلم حتى الآن ما بيقدر يحدد أو يتوقع قوة الزلازل. هل أنت خبير زلازل أم عالم جيولوجي؟ من أنت تحديداً؟ I am an autodidact researcher. I started doing research. أعرف عن نفسي بأنني باحث. أبحث بأمور الكواكب. With large earthquakes and the obvious planetary positions, which واستفاف الكواكب وعلاقتها بالزلازل. نعم. هل استفاف الكواكب؟ هل استفاف الكواكب هو علم معتمد سيد فرانك؟ It is generally not accepted science. إجمالا هو ليس معترف به كعلم. That planets cannot have influence. نعم. لأن العلماء لا يعترفون بأن اصطفاف الكواكب يمكن أن يكون له علاقة بالزلازل، ولكنه فإذا لا يعترف به العلماء ولا يقبلون بالنظر إلى أبحاثنا. إذا ما هو يعني إذا العلماء ما بيعترفوا فيه، هو شو؟ هو تنجيم؟ هو تبصير؟ هو شو؟ Maybe it's a little bit of both. I do not astrology. أعتقد أنه القليل من الاثنين. أنا لا أعد نفسي أنني منجم ولا عالم فلك. نعم. ولكنني أعتقد بالعلاقة المغناطيسية بين الكواكب
astronomy does not. Our ولكن علم الفلك well, pretty much astronomical. نعم. ولكن مستر فرانك حضرتك عم تتوقع وعم تخبر العالم إنه وعم تنبئ هذا العالم إنه في زلزال معين سوف يضرب منطقة معينة وقلت رح يصير الأسبوع المقبل وحددت نسبة هذا الزلزال وقوته والمنطقة. كيف عم تستند يعني وعلى شو عم تستند بهذا الخبر اللي رعب العالم؟ Sorry, can you repeat that question in English? What was your reference? tweet on 3 February إن التويت الذي نشرته في 3 شباط سببه هو تاريخ هذه المنطقة في الزلازل وأنا ارتكزت على هذا التاريخ التي والزلازل التي حدثت منذ زمن واحتمال حصول هذه الزلازل مرة أخرى. نعم حضرتك بتقول أنه في احتمال أن يحصل زلزال الأسبوع المقبل وحددت التاريخ والمنطقة. لم أعرف التاريخ المحدد للزلزال ولكنني توقعت لأن الصفيحة العربية غيرت مكانها وانزلقت لا سيما في المنطقة التي تشمل سوريا والأردن وتركيا وبسبب انزلاق هذه الصفيحة العربية فلقد توقعت أو قدرت أنه الزلزال من المحتمل أن يحصل في الأسبوع المقبل أو خلال 10 سنوات القادمة ولكنني لم أكن أكيد من التاريخ. مستر فرانك حضرتك متهم بأنك بتروج لقناتك على يوتيوب بهدف كسب المال والدليل أنه كل تويت عم تطلع فيها وكل فيديو عم تطلع فيه عم بجيب ملايين المشاهدات. كيف ترد؟ Can you repeat the question in English, please? Okay, they say that you... We have been doing research since 2015. لقد كنا نجري الأبحاث منذ سنة 2015 ولم يكن المال هو هدفنا أو دافعنا It's really about sharing the information. ولكن هدفنا الأساس هو مشاركة المعلومات العلمية التي تكون بمتناول الجميع بما يختص بالزلازل الممكن حدوثها في العالم وبدلا من الذهاب إلى المواقع الإلكترونية وإجراء الأبحاث المحددة فنحن ننشر هذه المعلومات لتكون بمتناول الجميع. نعم مستر فرانك اعذرني على التعبير لكن بعض الخبراء والعلماء والجيولوجيين راحوا بوصفك بأنك دجال وعراف وعم تستغل